الغربال، ضربة البداية والتفاؤل. النهاردة النادي الأهلي عقد مؤتمر صحفي لتقديم مستر مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي بعد التعاقد معاه لمدة موسمين وبعد تسلمه العمل رسميا. عقد مؤتمر صحفي النهاردة كان فيه حاجات كتيرة يا باشمهندس. شوف طبعا مش هتوقف عن السرد اللي هو فيه تاريخ أكتر منه حاجة بتبين دماغه وفلسفته في إدارة الفريق. أنا بعتبر المؤتمر بالنسبة لي أنا بدأ من أسئلة محددة. إيه رأيك في اللعيبة؟ الاحتياجات بتاعت النادي الأهلي؟ مين هيمشي؟ الإجهاد هتتعامل معاه إزاي؟ طب الأداء وال مش عارف إيه والمعسكر؟ الإجابة على الأسئلة دي هي اللي أنا ركزت معاها. الباقي طبعا ده سرد، اتصل بيا فلان ومن خلال وانت هتقول الكلام ده. طيب لما تيجي الحاجات دي وقتها هقول لك انطباعي. طيب ازاي بدات المفاوضات مع مارسيل كولر؟ لانه الناس كلها راحت في سكك كتيره وناس كتيره حكت في اسماء كتيره، وده الطبيعي انه الناس انشغلت باسماء كتيره، والاهلي كان بعد دراسه وبعد تدقيق وبعد فرز العدد كبير من السير الذاتية للمرشحين استقر في النهاية على المدرب السويسري مارسيل كولر، اللي النهاردة في المؤتمر الصحفي قدم الجهاز المعاون ليه اللي أضيف إليهم الكابتن سامي قمصان كمدرب، بالإضافة إلى أنه البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى رجع للجهاز انضم ليهم، بالإضافة وعلى رأس الجهاز الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة. وانا قلت الحقيقه النهارده اكتر حاجه لاحظتها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره ومعاهم اعضاء لجنه التخطيط، كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصر، كابتن امير توفيق مدير التعاقدات، كلهم موجودين في الصف الاول، بس اللي قاعد على المنصه مع الخواجه وقدمه كان مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ. وكان الاهلي زي ما اشرنا دور مدير الكرة كمدير جهاز. كلام سليم 100%، وجود الثلاثة دول لا يختلف عليهم أحد. وأعتقد إن دي كانت أحد شروط التفاوض مع المدرب القادم. لأن ما يجي سواريش يقول لك لا أنا هاجي بالطقم بتاعي كله، لازم نبطل المرحلة دي، إحنا مش بلد صغيرة فما عندهاش كوادر، وبعدين إحنا الغرض من استقدام الأجانب إن إحنا ندي خبرات. هنديها لمين؟ يدوها لبعضيهم؟ وبعدين لما يجي يمشي يعملوا لنا فراغ؟ ما ينفعش. فحسنا فعل النادي الاهلي اول حاجه صح الاصرار على وجود هذا الثلاثي. اثنين، التقديم الذي قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لك احنا معانا راجل فاهم جدا واكتسب من الخبرات العميقه انه عارف بيقول ايه وعارف كل خطوه معناها ايه، وادى رسائل من خلال كلمته. يعني اولا شكر سواريش، بعدين رحب بالجديد، وبعدين انتقل الى فلسفه العمل والاهداف، وبعدين طمأن الجماهير. ده شغل محترفين وراجل عارف بيقول ايه. تقديم البتاع بالرونق ده، بالجمال ده، بالنظام ده، ده انا عايز في وسط الحديث في بعض الزملاء حبوا يتحركوا. شوف النظام لما يفرض عليك الالتزام يا رب تيجي لقطات كانوا بيوطوا اوطى من الكراسي عشان ما يقطعوش الكادر. فبيوطوا بيمشوا حرصا على الصوره الجميله دي، واحترام ان الراجل ما يشوفش حد منهم وكانه ينسحب من القعده، هو وراه حاجه عايز يعملها، عايز يبلغ جورناله بكلمه، عايز ايا كان. النظام ده، وطبعا كان قاعد صديقنا الإمارات الكبير دكتور علي الإنصاري، كان حريص يحضر المؤتمر حقيقة، يا رب تيجي صورته دلوقتي. هو راجل من المهمين جدا، ويعني علاقته بالمصريين وصلت إلى إن هو عضو شرف نادي الجاليات المصرية في العين. وهو جاي عنده شغف جامد جدا واهلاوي كبير جدا. هو كابتن خطيب والمهندس خالد مرتجي. هو امير الاثنين في الصف الاول. طبعا اهو الدكتور علي الانصاري قاعد ورا اهو.
حضر وطلب فنادي الاهلي عليها التوقيعات. انا بقول لك دي قيمه النادي الاهلي عند الاشقاء. راجل بمكانته وراجل مشرف على اعداد قيادات الشبابيه من وزاره السعاده. وزاره السعاده دي انا سالته يعني ايه وزاره السعاده؟ قال لي هي معنيه ان اشوف ماذا يريد الشعب عشان يبقى ما عندوش مشاكل وعشان يبقى بيروح شغله مبتهج، ايه المشاكل اللي لازم نحلها؟ فهي الاسم بيدل على فلسفه العمل، وهو جاي يامل ان يتعاون مع النادي الاهلي بصفه شخصيه حتى. ايوه هناك يعني بيضع امكانات كبيره جدا امام النادي الاهلي، وشفت له صور بقى مع الكابتن الخطيب. ده على هامش المؤتمر، اما المؤتمر فالحمد لله ان هو حضر شاف ده عشان يشوفوا الاهلي بنظامه باحترافيته وكل واحد واخد دوره. ما فيش عيد مجلس اداره جري يتصور على المنصه، ها لكن هنخلي المنصه عشان الراجل يتصور مع جهازه. انا بقول لك شوف بكون الكابتن الخطيب والمهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي يعني، والكاميرا بتجيبهم كده لقطه في الصف الاول، واللي على المنصه فوق مدير الكوره. مش هم الحدث، الحدث فوق على المنصه. والحقيقه تنظيم هايل من اداره الاعلام الزميل جمال جبر، وايضا ريم الدسوقي مديره العلاقات العامه. لا عاملين شغل خلاص بقى بيغمضوا عينيهم وينظموا بالظبط. يعني الناس دي احترفت الى درجه الادوات موجوده. حتى البوديوم اللي هم بيقفوا يتكلموا عليه ما يعني كل حاجه، لا بيجيبوا طبطين ولا ناس قاعده بتتكلم شكل بيقدم النادي الاهلي في اجمل صوره. فانا اللي عايز اقوله ان المؤتمر ده برضو يضيف انه مؤتمر كاشف لحاجات كتيره جدا، بالنظام بطريقه التقديم بكل واحد حافظ دوره ايه. حتى الاعلاميين تعودوا على نظام الاهلي، مفيش الهرجله. كنت تقول صور كله يكبس، انت اتحت لهم ان كل واحد هيشتغل من مكانه باريحيه وياخد اللي هو عايزه. صحيح، هو ده العمل المحترف. النادي الاهلي شاور على نفسه النهارده من خلال هذا المؤتمر كنادي عريق وكبير وستايل ومؤسسي، واستحضر بقى كلمه الزميل محمد شبانه، اقول لك كل حاجه بيعملها النادي الاهلي بيعملها بشياكه جامده جدا جدا جدا، وده اللي مخليه في حته تانية لوحده. هنيجي لشبانه، لكن مستر مارسيل كولر حكى على بدايه التفاوض مع الاهلي، ازاي بدات؟ نشوفه قال ايه. Oder hat und dann gab es erste Gespräche, Zoom-Video-Gespräche und so hat das Ganze angefangen. الأول حصل مكالمة تلفونية عن طريق المانجر بتاعه إن النادي الأهلي عنده رغبة في إن هو يتعاقد معاه، وابتدى أول فيديو كونفرنس بينهم. Da war Amir. War da mit dabei und hat natürlich auch die eine oder andere Frage gestellt über das Sportliche, über Ideen, die wir haben, und so hat sich das Ganze entwickelt. وسأل كان سؤال عن الموقف بتاعه وظروف الكورة، يعني كلام عن الكورة specifically. Khaled war auch noch mit dabei und hat das natürlich auch, oder beide haben das sehr gut gecoacht und ich habe mich eigentlich schon von Anfang an sehr wohl gefühlt. Wer war noch dabei? Khaled. Khaled? Ja. وخالد كان دايما، استاذ خالد كان دايما معاه، وكان في نقاش بينهم، وده خلى الموضوع يوصل لحاجه متقاربه يعني. Und was mir eigentlich auch imponiert hat, ist natürlich Captain Khatib, dass er selber hervorragender Fußballer war und dass er in dem Sinne auch Fragen gestellt hat, die mit Fußball zu tun haben. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Aber أعجبه فعلا ان كابتن الخطيب كان موجود في المحادثات وسأل أسئلة مختصة فعلا بالكورة، علشان هو لعيب كبير وعارف يسأل الأسئلة المعينة اللي ليها دعوة بالكورة، اللي هو يعني كان معجب بيها جدا. في زميل صحفي آخر بيسأل حضرتك عن الدوافع اللي خلتك قبلت عرض النادي الأهلي. يعني
Ja, ich habe mich entschieden, weil das der größte Verein ist in Afrika, weil das eine riesen Herausforderung ist, weil ich eben ein gutes Gefühl hatte mit den Personen, die, wo wir gesprochen haben. Ja. هو قرر الأهلي علشان الأهلي أكبر فريق في أفريقيا وإحساسه كان قوي جدا إن هو عايز يتقرب ويتعامل معاه ويشتغل معاه. Und natürlich unglaublich viele Fans durfte ich auch schon erleben, was da möglich ist. والفانز الكبير يعني Und natürlich auch die Spieler. Das ist das Wichtigste, dass wir gute Spieler haben, um die auch weiterentwickeln zu können. والمهم جدا طبعا اللعيبة الكويسين اللي هيشتغل معاهم واللي هيطور منهم بعد كده. أعتقد إن من الآخر تعليق في بالنسبة لي بدأ المؤتمر. إنه اتكلم بدأ يقول اللعيبة انطباعاته على اللعيبة وفي سياق الحديث هنكتشف ان هو بيتفرج على ماتشات وقال انا مش كفايه ده شغل بقى الايه هو الانطباع الاولاني ان راجل هادي جدا مبتسم قول لي بقى انطباعاتك راجل هادي جدا ومبتسم الى درجه ممكن تقول هو في ايه يا جماعه احنا عايزين واحد حامي لكن لما بدا يتكلم في صلب عمله شفت واحد مسؤول بقى وهو بيقول له اللعيبه قال له انا شفت ماتشات شفت بس لازم اشوف بنفسي طب فايلر اتصلت بيه قال لك حاجه انا كنت حريص ان انا ما اخدش انطباعات محد انا كنت حريص اني اكون الانطباعات الخاصه بتاعتي فانا عجبني جدا 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 ادي فلسفه عمل ادي منهج بتدلك على شخصية الراجل ده واحترافيته. خلي بالك الوجه المبتسم ده قد يختفي بعد مدة من 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 طريقة التعامل الإعلامي معاه. أرجو أن يستمر على كده. لأنه يخلي الوجه الجاد جدا مع اللعيبة في أوضة اللبس. يبقى حبيبهم لكن في حسم. لما أتكلم عن الناشئين مثلا أتكلم بواقعية جدا. قال لك الناشئين وانا لسه ما شفتش حد هنجيله انت جاي بقى بالتفاصيل دي انت بس عشان سالتني انطباعك انطباعي يعني من مجمل التعليقات هتعرفوه في الاول يعني مثلا انا لما شفته بيجري ايه يا مستر كولر بس عرفت انه هو بيرد بشكل غير مباشر على كلمه انه بقى له سنتين قاعد عشان عنده اصابه فما كانوا هنا اهو ما هو انا بجري اهو ده قال حاجه بس ما مش موجوده هنا في الاسئله. بقول له انت ايه اللي قعدك سنتين؟ قال له كان الاصابه بس مش كده. انا كنت ببني انا كنت محتاج راحه عشان ابني بيتي وانا اللي بنيته بايدي. في المانيا على فكره كده. يعني احنا مره رحنا في كره اليد الكابتن حسن عزمنا عند راجل مليونير. بيسموه العمده بتاع البلد اللي كنا فيها. الراجل رحنا فين وفينه كانت البعثه كلها معزومه عنده على الغدا. دخلنا لقيناه لابس الاوفرول بيعمل الساونه هو جايب لان بره سهل جدا تبني وتلون وتدهن لو معاك اتنين اصحابك تبني فانا مصدقه انه بيشتغل بايده دي شخصيه واحد الألمان. شخصيه واحد مسؤول واحد يعني هو برضه سويسري بس عاش فتره طويله في المانيا هو النمسا ما يتدرب منتخب النمسا ست ولا سبع سنين عشان كده بيتكلم الماني مش فرنساوي زي اللي كانت الناس تقول لك ما هو عمرو محب ما عنده خبره بس فرنساوي انما ده بيتكلم الماني